السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الابرار ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس اللي معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا بعد عودتهم مباشره وين رفعوا دعاوي قضايا ضد ابناء جلدتهم بدل من الاعتراف بشر هزيمة التي تلقوها على أيدي منافسيهم داخل بيت الطاع بات ضروري لهم يعني وين نقولوا بالانهزام اللي يعني وين تمنينا وناس شوف يجري نهضروا صح حافظ الراجي دائما ينتقد فيهم سبحان دائما يتاقد فيهم مانيش مع ما حافظ الراجي ولا ما دائما ينتقد فيهم وشاهدنا كيفاش نصح يعني خير الدين زتشي قال له ننصحك بعدم الذهاب الى المغرب لتفادي الهزيمه والمهزله بالك زتشي وين يعني ضحكوا عليه الناس انا نقول ضحكوا عليه الناس ودمروه يعني من اجل املاء السجل تاعو بالهزائم انا كيما كنقرا انا كي يقول لك الوشايه يعني وشايه انا ما ما زلت ما فهمتهاش هذه كلمه الوشايه مازال ما, ما قلبناهاش ويقرروا رفع دعوى قضائيه ضد مسرب الرساله الوزاره تاع الوزاره الوصيه للفاب وكانت الوزاره تسير تحت وصايه الفاف كان الوزاره تسير تحت وصايه الفاف وليس العكس يعني هنا علامه استعجاب ونقولوا رجعوا حساباتكم اللي يعني بنادم لازم يرجع حساباته لازم يعرف روحه يعني كل خطوه راكم كيما نقولوا حنايا نهزمتو 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 لازم دروك تكونوا اذكياء انا نقول زاتشي لازم تكون يعني انت يا ولا ذوك ناس اللي راهم يهضروا امثال بهلول امثال ناس اللي راهم يهضروا ونتمنى ان شاء الله بربي تكون عندكم حكمه خاطر سقطات دي فوا سقطات تكون حكمة عند الرجال سقطت تكون حكمة عند الرجال هذه زعما لازم لازم واحد يعرفها علاش دايرين لك لي زونترينمون لي زونترينمون تكون غارديا تلعب وتتفادى الاخطاء في المباريات الرسميه في مباريات وديه او في مبار في مباراه تطبيقيه يعني تتعلم من أخطاء اللي درتهم قبل يعني وتعاود تولي في المباريات الرسميه تكون عندك عليه يقولك فلان عنده خبره عنده حنكه علاه قش راه طاح مقبل ومن ذيك الطيحه حفظ للواح واحد كيما بهلول سعاد زت شي بالك صغير واحد كيما بهلول ما يعرفش مي قال له شكون اللي بدو فما قال له بالو خير الدين يخرجوا كو خرجت يا فما كو خرجت كنت سوف تصبح باطل قومي الشعب احنا نبغو الصوالح نبغو الشنا الحاج محمد راوراو 2015 وين بوي وين وين على بالك وين ولا ما بالكش بهلول في الفيفا اجتماع الموند كامل رؤساء اتحادية تاع العالم تطلع رئيس اتحادية تاع اسرائيل رئيس اتحادية تاع كرة القدم تاع اسرائيل الحاج في الماك العرب قاعدين نقولكم الحاجة نقولك الحاجة الحاج خرج خرج العرب وخرج نصف افريقيا وخرج تاع فينزويلا تاع 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 الاكوادور هذوك كاع خرجهم خرج تاع سلوفينيا قور قور خرج دوك ان... تاع الهيرسيكو وكلش خرجهم كاع تبعوا الحاج حاجه, حاجة لا حقدوا عليه حقدوا عليه من المواقف تاعو هذه هي صاحبي نقول حنايا نتوما دروك كي راكم تتكلموا كيما هكا كلموا بلي مازال عندكم مشاريع ولازم اللي... نقول هاد الناس ما ما فهمتش مازال ما فهمتش ما يا سي زتشي يا سي خير دير سكتهم سكت هذا بهلول اللي زعما ك... انت 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 راك هدرت هدرت انت رئيس اتحاد يهدرت صاحب بهلول ممنوع عليه يتكلم ما عندوش الحق باش يتكلم والكلام تاعو راه يزيد راه يزيد كيما نقولو حنا ليسونس على النار هذه باش يكون على بالك ونزيد نعطيك حاجه من الناس اللي يهدروا قالك بان جزائري اوشى بهم والناس بان عقوبتهم ثنائيه احداها محليه والاخرى قاريه فمن اوشى بهم قاريا يا ترى يعني اذ اوشى بهم جزائري فهذا يعني انه كان حاضر عندما ملا رئيسهم رأيس الاستماره وعلم بان رئيسهم تجنب تصريح بعقوبتين فانطلق في التشويش والوشايه فهل امين العام هو من اوشى برئيسه وشوش يعني آه ضد رئيسه نقولوا باللي انا على حساب وين تكلموا خبراء امثال ماني سعاده وين قال لك يا ودي هذا الشكوى باطله أه قال لك الشكوى أه رفع دعوه قضائيه باطله ضد الوزاره يعني وين نقول لكم باللي زعما أه ما تمشوش مشكله مشكله مش مشو بوزلوف انا غير سمحوا لي ما بيش من هدر مش من نجم على بالكم شويه لونطونسي وشويه ضارتني يسمحوا لي برك شو العقول تواكم أعرف المحيط تاعك انت يا زتي انت انا نقول لك انت يا زتي عرف المحيط تاعك عرف من تختار عرف مع من تجمع عرف روحك مليح عرف شحال كاين في جيبك والله العظيم ومشيت كيما كان يهدر حسين جناد نهار الاول ومشيت على كلامنا خاطر حنا كنا نشوفو من بعيد والله ما توصل لهذا الموصل والله كنت تبعت خمسين بالمية الحاج خمسين بالمية الحاج والله ما توصل ما توصلش لهذا الموصل على بالنا شكون اللي يرسل مراسلة للاتحاد الافريقي باش يقلع الاعضاء منهم قرباج وحداج و يعني والباقيه لليوم اليوم نتوما راكم تحوسوا على دوك دوك المناصب هذوك نتوما راكم تجيو على دوك المناصب ما جرى عايش مع ولادو يخمم فاكونس يخمم فاكونس وين وين يفوته ما تزرعو يخمم وين يروح يفوت رمضان اللي فيه الصيام ست سوايع ما تزرعو يخمم في الصيام تاع ثمن سوايع ست سوايع برك هذا مكان يخمم البلاد اللي اللي الاذان على السبعة ويفطر على الخمسة ونص المشتى البلاد اللي فيها المشتى وين يروح يحوس البلاد في رمضان و كما أك... كيما نقول لك اربح راحه البال يا اربح راحه البال خويا اجبد هي الا انت شوف عينك هي ميزانك الا تشوف الدوله مشي بغيتك اجبد عينك هي ميزانك وعرف الناس اللي دايرين بيك هذه باش تعرف الناس